السلام عليكم. مثل ما وعدتكم بالقناة انه في تجمعات كتير جايب بال 2021، ومن بعد ما بقيت لكم انا يا جماعة استنى شوي صغير عشان تستقر الاسعار، حدث ما لم يكن بالحسبان. صار عندي مشكلة كتير كبيرة بتجميع القناة الرئيسية، وكانت سبب اكتر من كافي حتى ادفع سعر هدول القطع اللي انتم شايفينهم اكتر من الضعف، وخاصة حاليا ما في توفر نهائيا للقطع لا قديم ولا جديد، واي محل بتلاقي عدد طلبك ببلش يتدلع عليك بالسعر، وشوي شوي بتحس بده يبيعك بالجرام على كتر ما عمالة تغلى الاسعار. ما هو عارف انه اذا ما اخذت من عنده ما في ولا اي محل تاخذ منه. وزيادة على هيك مشكلتي مع مونتاج الفوركي ومقاطع القناة يلي كانت صراحة كتير معذبتني. انتو عارفين يعني مشاكلي مع الفوركي. التجميع القديمة خلص عاشت عمرها، وزيادة كمان وصار لازمها تقاعد، ولو بدنا ندفع شوي صغيرة على حق القطع فداهن. تعالوا نتعرف على قطع التجميع الاسطورية اللي حتكون من اليوم ورايح هي تجميع القناة الاساسية، واذا الله راد كل العمل والفيديوهات اللي حتشوفون حيكونوا طالعين من خلال هيدي التجميع. المعالج يا جماعة هو من AMD Ryzen 9 5900X، 12 نواة و24 مسار، كتير بيساعد للمونتاج. البيز كلوك 3.7 جيجا هرتز والبوست كلوك 4.8، طبعا كمان قابل لكسر السرعة وبي سي اي اي جين 4. وطبعا بما انه المعالج رايزن 9 فاقل واجب انه نحن نركبه على لوحة B550 او X570، كرمال هيك انا اخترت الاسوس تاف بلس X570. لوحة بتلبي كل احتياجاتي يا جماعة، وبتدعم زن 3 وباور فيس محترم 12x2، مدخلين M.2 واربع مداخل لليو اس بي تايب اي 3.2 جين 1، فيها كمان 2 يو اس بي كمان تايب اي 3.2 بس الجينيريشن الثاني، وفيها واي فاي مع انه انا ما كتير بفضل الواي فاي للديسكتوب، بس يلا هي خدمه وموجوده. وسعر القطعه سعر المذر بورد اللي هي من دون واي فاي اقل ب $10، يعني ما كتير فرقت معنا. اربع مداخل للرام لحد اقصى 128 جي بي جي دي دي ار 4، وسعرها $190، يعني تعتبر حنونه وممتازه على المواصفات اللي هي فيها، وخاصه انه فينا نقول انه هيدا اول ليفل من الاكس 570، الباقيين كلياتهم اغلى. اما بالنسبه للتبريد يا جماعه، مثل ما عارفين الرايزن 9 ما بيجي معه تبريد نهائيا، فانا اعتمدت على تبريد مائي مغلق من كولر ماستر، تحديدا ال LC240E RGB، وبيعتبر ممتاز ليسيطر على حرارة المعالج، وسعره مقبول حوالي $90. هلا هو غيري لانه انا وقت اللي اشتريته كان سعره تقريبا بال $70، هلا عم شيكه على امازون عشان اقول لكم السعر لقيته صار ب 90، ان شاء الله يرجع يرخص مرة ثانية بس بدكم تشتروه. وطبعا تجميعه مثل هيدي مش حنستخسر فيها شوية رامات زيادة، اكيد لا، اربع حمبات رام من XPG 32 جي بي بتردد 3000 ميجا هرتز، RGB بسعرهم $125. وللمعلومة يا شباب، إذا تجميعتك للألعاب 16 جي بي حتكون كتير كافي وممتاز، يعني أكتر من كافي كمان. بس مثل ما قلت لكم الأدوبي يعني برامج المونتاج بشكل عام بتحب كتير تاكله من الرامات، فأنا حبيت زودن شوي عشان يكون الشغل سلس علينا. لنرجع للمهام يلي هو أساسا التجميع كلياتها مبنية عشان خاطره. كرت الشاشة يا جماعة، هيدا الكرت عامل لي ديسك عشان اقدر اجيبه، ما خليت محل لا بالبلد ولا اونلاين الا ما دورت فيه ما كنت لاقي 3080. اخر شيء القطعة الوحيدة اللي لقيتها كانت متوفرة هي 3070 نسخة MSI Ventus X3 مكسورة السرعة، حسيتها حتكون كافية. اساسا انا بكل مقاطع اذا بتلاحظوا بقولوا انه 3070 هو كرت الجوكر، سعر مقابل للاداء، يعني سعره بعده متوسط والاداء اللي بيعطيك اياه بين الكروت العالية واعلى من الكروت المتوسطة او اعلى من الكروت الاقل منه يعني. وعلى سيرة الاداء، الكرت ب 8 جي بي في رام جي دي دي ار 6 256 ميموري باس 5888 كودا كور وثلاث مداخل ديسبلاي بورت ومدخل HDMI وسعره $800، يعني كمان اكثر من سعر الاصدار ب $300، هو سعره كان $499 انا دفعت حقه 800، بسيط بيستاهل. وبالنسبه للتخزين ممكن تلاقي الموضوع غريب عليك شوي صغيره، بس انا لانه متعود عليه ومرتاح عليه وبنصحك فيه اذا بدك تجربه كمان، انه بستعمل 240 جي بي اس اس دي من كينغستون للويندوز بس، وبستعمل كمان 500 جي بي M.2 بسرعات عاليه من سامسونج 970 ايفو للادوبي بريمير وكل ملفات الادوبي، يعني اي فيديو انا بصوره بحطه بس بهيدي ال 500 جي بي بشتغل عليه لخلص، برجع من بعد ما اخلص منها بنقلع على ال HDD 1 تيرا وبتروح بقى على مرحله التخزين، وما برجع له بقى الا بتصير مثل الارشيف يعني، برجع بشيلها من هون وبحطها بقى بتخزين ثاني عندي تخزينات ثانيه 15 تيرا. وطبعا الباور سبلاي اللي ما فينا ننساه نهائيا، لانه هيك تجميعه بفضل يكون فيها باور سبلاي 750 وات 8 بلس برونز، بس انا اخترت 850 وات من بيك وايت بلاتينوم حتى اقدر مثل ما قلت لكم بركي رجع طورت على 3080 بالمستقبل ان شاء الله اذا رجعت لقيته، وسعره حوالي $150. بالنسبه للكيس، هذا الكيس اللي انتم شايفينه بعتقد شايفينه بالفيديوهات كمان اللي كنت عاملها قبل، لانه كانت موجوده عندي وراكب عليها التجميع القديمه من ديل، رخيصه وكويسه فيها كل المتطلبات اللي بدي اياها، ست مراوح ار جي بي طبعا مانن ادريسبل بس ماشي حالهم، سعرها مقبول حوالي $90، ظبطت معي انا الوضع ومش محتاج اكثر من هيك، وخاصه كمان انه فيها فتحات تهويه كثير كافيه يعني. ولهون بكون صار فينا نقول نحن مجمل هيدا التجميع اللي قدامنا هلا صار $2440. انت حولهم بقى على عمله البلد اللي انت فيه عشان تعرف قديش تطلع بعمله البلد، بس على الدولار طلعت $2440. هلا بالنسبه للمكونات والاداء اللي حتطلعه بعتقد انه هو رقم مناسب، لانه هي كثير غاليه ولا حتكون يعني
رخيصة بعدد فريمات معين أو ممكن كتير تأيدني بالشغل. ما تنسي يا جماعة أنه هيدي التجميع هي معمولة لشغل، يعني أنا الفيديوهات اللي عمالي طلعها واللي عمالي حطها على اليوتيوب هي بالنهاية تعتبر شغل، فأنا عمالي بستثمر بشغلي. مش شرط أنك أنت تروح تشتري تجميع تكون غالية عشان تلعب عليها جيم، إلا إذا كانت القدرة المادية الله يرزقك تكون زايدة يعني. بس بشكل عام هيدي التجميع أنا موجهة للشغل، وإن شاء الله بدي أرجع أطور عليها كمان بالمستقبل وبوفيكم بكل تفاصيلها 100%. خلينا هلا من دون ولا أي تأخير نروح نشوف كيف حيكون شكل النهائي لهيدي التجميع من بعد ما ركبناها. وإذا بدكم أعملكم فيديو مفصل عن طريقة التركيب من الألف للياء كمان اكتبوا ليها بصندوق التعليق تحت، وبنرجع نعمل على تجميعات تانية طريقة تعليمية كيف نركب الكمبيوتر كيف نركب البي سي من الصفر لا تخلص معك على الأخير، شرح مفصل يعني. خبروني يا شباب ان شاء الله عجبتكم التجميعة. هلا الحمد لله مثل ما شايفين شكل كتير حلو بسيط، يعني في اضاءة RGB كمان مش كتيرة، كنت بتمنى انه يكون في كمان شوية اضاءة RGB بكرت الشاشة، بركي بكره ان شاء الله بس لما نطور على 3080 بدي استاذ تجيبوا RGB. هلا بالنسبه للاداء كان ممتاز على ال 1080 وعلى ال 2K، احيانا على ال 4K بس مش بكل الالعاب، لانه بشكل عام انتم عارفين انه هذا الكرت منه موجه لل 4K، هو غالبا لل 2K. هلا كمان اكيد انه كل القطع قابل للتطوير اذا بدك اعلى او اقل شوي. ونصيحه يا شباب، اذا احتياجك بس للالعاب فيك تقلب البروسيسور والرامات اللي انا حاططهم لانه عاليين شوي، وتزود بكرت الشاشه، او حتى كمان تخلي كرت الشاشه نفس ما هو جبار وحيقدم معك كل المتطلبات اللي انت حتعطيه اياها. وهذا هون جمال وعشق التجميع، يعني لما انت تختار القطعة وتجمعها لحالك بتحدد انت شغلك وين، وبتستثمر المصريات او تستثمر فلوسك بالقطعة المناسبة اللي حتدعم شغلك. واكيد يا شباب هيدي مش اخر تجميع على القناة، وفي تجميعات كثيرة بعد جاية لقدام حتكون من الزمن الجميل، رايزن 3000 وانتل 9 وانتل 10 وكروت 3060 و 3050 اذا نزلوهم وكانت اسعارهم حلوة يعني مناسبة، انتوا تستفيدوا من التجميعات تشوفوا كيف حيكون ادائها. ممكن كمان استعمل الـ RTX 2060، يعني نستغل الاسعار كل ما نزل السعر كل ما نستغل نحن بالكروت عشان نشوف كيف فينا نعمل تجميعات رخيصة وتعطينا اداء عالي. بتمنى تكون عجبتك التجميع والحلقة بشكل عام، وما تبخل علي بالاشتراك بالقناة وتعطينا اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. واذا عندك اي سؤال او استفسار حتلاقي مواقع التواصل الاجتماعي مثل العادة ورابط الديسكورد موجودين بصندوق الوصف تحت. لهون فيني اقولكم انه خلصت حلقة اليوم، وبشوفكم ان شاء الله بالحلقة الجاي، والسلام عليكم.